أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن تكملة سلسلة الأبراج. دلوقتي هنكمل معاكم بفيديو جديد من توقعات الأبراج ل2021 إن شاء الله. بس ما تنسوش لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط زر السبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد معانا إن شاء الله. ولو مشترك هستنى منكم لايكاتكم كومنتاتكم، انا بكبر بيكم ومعاكم. ندخل النهاردة على توقعات برج الميزان ل2021 على المستوى المهني والعاطفي والمالي. نشوف اول توقع للمهني، بيقولك تزداد ثقة الرؤساء في مواليد برج الميزان ويكون لديهم قدرة كبيرة على الاقناع واتخاذ قرارات مهمة ومصيرية في العمل فضلا عن سعيهم لتطوير مهارات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقولك رئيسك في الشغل هيكون عنده ثقة مفرطة فيك، هيكون واثق فيك لدرجة كبيرة. ليه؟ لانك انت هتوصل لمراحل انك تقدر تقنع اللي قدامك بكل حاجة، هيكون عندك قدرة كبيرة في الكلام ده، وهتاخد برضو قرارات مهمة ومصرية ومتحددة. انت عارف هتعمل ايه في الشغل، فماخد فيه قرارات مهمة وواضحة وسليمة. ده اللي بياخدك انك انت تطور مهاراتك وتخليها بشكل احسن عشان انت ساعي في الموضوع ده. فدي توقعات برج الميزان على المستوى المهني ل2021. ندخل بقى على توقعات برج الميزان 2021 على المستوى العاطفي. بيقولك تصل الى قرارات حاسمة ونهائية بشأن العلاقة العاطفية المشوشة في حياتك، ويكون لديك جاذبية كبيرة جدا. يعني انت برضو مش هتاخد بس قرارات مهمة وحاسمة في الشغل، لا كمان انت هتاخد قرارات حاسمة ونهائية في العلاقات العاطفية بتاعتك اللي هي مش عارف لها صورة، هتعرف تاخد فيها قرار واضح ونهائي هتحسن بيه الموضوع، وفي نفس الوقت هيكون لك جاذبية كبيرة على المستوى العام. دي كل توقعات برج الميزان على المستوى العاطفي. دلوقتي ندخل على توقعات برج الميزان ل2021 على المستوى المالي. بيقولك سيكون وضعك المالي مستقرا مريحا ولن يشكل لك اي قلق، وقد تتمكن من الادخار منه ايضا للمستقبل. يعني من ناحية الفلوس يا برج الميزان انا بطمنك جدا، انت وضعك المالي مستقر وحلو وممتاز، والفلوس مش هتشكل لك اي مشكلة. يعني ما تخافش واصرف براحتك، مش هتشيل هم انك انت تشيلها للمستقبل ولا اي حاجة، معاك فلوس كويسة هتفيدك كتير وما تقلقش من اي حاجة. دي كل توقعات برج الميزان ل2021 معانا. ندخل بقى على توقعات البرج اللي بعده، توقعات برج العذراء 2021. طبعا ده البرج بتاعي، فيا رب يكون توقعاته حلوة وسنة خير علينا كلنا يا رب. ندخل بقى على توقعات برج العذراء مهنيا. بيقولك ستحصد ما زرعته من جهود في السنوات الماضية وتتقدم بشكل كبير وواضح في مجال العمل، وستكون 2021 سنة الإنجاز. يعني يا برج العذراء بطمنك انه انت تعبك اللي انت تعبته طول السنين اللي فاتت هتلاقيه في السنة دي، لانه هي سنة 2021 بالنسبة لك اسمها سنة نجاح المهني. فبحب اطمنك على المستوى المهني، انت المستوى بتاعك السنة دي حلو جدا، ويا رب يطلع كده ويمشي بمستوى المظبوط ده، وهتوصل للي انت عاوزه في الشغل بتاعك بكل ارتاح. دلوقتي ندخل على توقعات برج العذراء عاطفيا ل2021. بيقولك عليك عدم التفكير كثيرا وقبول نفسك وحبها حتى تتمكن من ايجاد الفرصة التي تبحث عنها، وحتما سيصل الشخص المناسب في الوقت المناسب. يعني بيحب يطمن اللي مش متجوزين، بيقولك انه انت لازم تقبل نفسك زي ما هي وحبها،
عشان تلاقي فرصة حلوة تبحث عنها، وفي نفس الوقت هتلاقي الشخص المناسب في الوقت المناسب. يعني ما تتسرعش، هتلاقي اللي انت بتفتش عليه او انت بتدور عليه هتلاقيه بس في الوقت المناسب، مفيش داعي للاستعجال. انما للمتجوزين هيكون هناك انسجام كبير وقوة بينهم، يعني المتجوزين الدنيا معاكو تمام، في قوة ترابط بينكو، فالمستوى العاطفي بالنسبة لكو كويس جدا. ندخل بقى على المستوى المالي 2021 لبرج العذراء. بيقولك ستكون هناك مصادر دخل جديدة تضاف إلى مصادر دخل العذراء، وعليك عدم الانجراف وراء رغباتك لكسب الأموال بشكل سريع. يعني بيحب يطمنك وفي نفس الوقت بيحذرك انه انت هيكون عندك مصدر دخل جديد في السنة، لكن ده برضو ما يمنعش انك انت ما تمشيش ورا رغباتك في اماكن مش كويسه عشان تكسب بسرعه، فخليك متزن يعني ما تتسرعش. تمام، دي كل توقعات برج العذراء ل 2021. نشوف توقعات البرج اللي بعده. توقعات برج العقرب ل 2021. مهنيا بيقولك ترتقي في حياتك المهنيه بشكل واضح وملحوظ، يعني بتترقى في حياتك بتاعة الشغل بشكل واضح وملحوظ، كله ملاحظ لك انت ماشي كويس في شغلك، ويأتي هذا نتيجة لذكائك ورغبتك المتواصلة والمستمرة في تطوير ذاتك. لكن عليك ايضا السعي اكثر مما سبق بكتير. يعني انت بتتعب، واللي انت متقدمه ده بسبب تعبك وذكائك، وكمان عشان انت عندك رغبة انك انت تكبر كل شوية مش واقف. بس برضو بيحب يقولك انه انت ما تقفش، يعني انت حتى لو اتطورت السنة دي ما تقفش، اسعى تاني عشان توصل للي انت عاوزه واكتر بكتير منه. خليك انت مستمر في سعيك، هتوصل للي انت عاوزه واكتر ان شاء الله. دي توقعات برج العقرب 2021 مهنيا. ندخل بقى على توقعات برج العقرب عاطفيا ل 2021. بيقولك ستحل جميع المشاكل التي قد تحدث بهدوء وعقلانية، ولن تدوم طويلا، ويكون مواليد العقرب على موعد مع تطوير علاقتهم العاطفية وتعزيزها. عاطفيا بيقولك ان انت كل مشاكلك هتتحل لو قعدت واتكلمت فيها بالراحة وبهداوة وبتفكر كويس، ومش هتدوم لفترة طويلة اصلا المشاكل. وفي نفس الوقت انت مع موعد انك هتطور علاقتك، يعني لو حتى لو خاطب هتتجوز، لو مش خاطب هتخطب، ولو متجوز هتخلف. فانت يا مواليد برج العقرب هتتطور في علاقتك السنة دي، مش هتقف في المكان اللي انت واقف فيه، واي مشاكل هتتحل ومش هتدوم لفترة طويلة. دي كل توقعات برج العقرب ل 2021 معانا. ندخل على توقعات برج العقرب ماليا ل 2021. بيقولك يزدهر مواليد برج العقرب اقتصاديا، يعني وضعك الاقتصادي هيزدهر ان شاء الله، وتنمو مشاريعهم واستثماراتهم بشكل كبير، ويحصدون العديد من الارباح الاضافية. يعني بحب اطمنك ماليا برضو يا برج العقرب، انت وضعك الاقتصادي ممتاز، مشاريعك اللي انت داخلها هتستمر وتكبر بشكل كبير، وهتحصد ارباحها وارباح زيادة عليها كمان. دي كل توقعات برج العقرب معانا ل 2021، وتوقعات برج العذراء، وتوقعات برج الميزان ل 2021. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، بس لو عجبكم ما تحرمونيش من لايكاتكم وكومنتاتكم، انا بكبر بيكم ومعاكم، وهستنى دعمكم ليا في كل الفيديوهات ان شاء الله. واستنوا معايا فيديوهات كتيرة وجديدة وافكار حلوة جداً.